فيلم The Mountain Between Us. تبدأ قصة الفيلم بظهور بنية جذابة ويكون اسمها أليكس مارتن، وهي كاتبة تاريخية وتوثق كل شيء بكاميرتها. ويجي يوم من الأيام ونشوف أليكس وهي تدخل للمطار بسرعة لأنه عندها رحلة مستعجلة. ولما توصل للموظفة بالمطار تتفاجأ بإلغاء رحلتها بسبب عاصفة ثلجية وهي الضوج لأنه راح تتأخر على حفلة زواجها. فيظهر بعدها بطل الفيلم الدكتور بين، وهو متوجه بنفس الرحلة ويسمع نفس الخبر من الموظفة، لكن هو يشرح للموظفة أهمية هاي الرحلة بالنسبة إليه ويقول لها بأن هو متوجه حتى يسوي عملية لطفل عمره 10 سنوات وهي مسألة حياة أو موت. لكن الموظفة تقول له ما بيدنا أي شيء. وهنا أليكس تسمع بين صدفة وتعرف أنه هو رايح على نفس رحلتها، فتتوجه إليه وتقول له بأنه إحنا نواجه نفس المشكلة والرحلة راح تتأخر علينا. فتقترح عليه أنه يستأجرون طيارة خاصة حتى يقدرون يوصلون لرحلتهم بدون تأخير، وهو يوافق مباشرة. وبعدها يروحون على طيار خاص بداخل المطار ويقولوا له تقدر توصلنا ونعبر خطر العاصفة الثلجية. فيقول لهم أنا أوصلكم بالوقت اللي تريدوه بدون مخاطر بس بشرط، وعرض عليهم مبالغ طائلة. وبالفعل هم يوافقون، وأليكس وبين يأجرون طيارة خاصة والطيار يأخذ الكلب مالته وياه ويحلقون بالسماء. وبعد مرور ساعات طويلة يوصلون المناطق جبلية ثلجية ويدخلون بداخل العاصفة، لكن هنا الطيار يرتعب من العاصفة وينصاب بجلطة دماغية ويفقد السيطرة على الطيارة. والدكتور يجي ويحاول يعالج الطيار لكن بدون فايدة، والطيارة تفقد أجزائها الخلفية وتوقع بيهم على أحد الجبال الثلجية ويكون كل اللي بالطيارة فاقدين للوعي. وبعدها أول واحد يستيقظ هو بين ويشوف المصيبة اللي صايرة بيهم، وهو يروح يحاول يطمن على أليكس فيشوفها عايشة. وبعدها يتوجه للطيار ويكتشف بأنه الطيار فاقد الحياة، لكن الكلب مالت الطيار يكون بخير. فبين يتمالك نفسه ويشعل النار وينام من التعب. وبالصباح اليوم الثاني بين يقعد من النوم ويطلع خارج هيكل الطيارة بحثا عن أي مساعدة، لكن ما يشوف غير الثلج والجبال وتهبط معنوياته ويفقد الأمل بالحياة. وبعدها يرجع للطيارة ويساعد أليكس ويشوفها مصابة برجليها ويبدأ يضمد جروحها. ولما ينتهي يروح على الطيار ويأخذ غراضه ويتخلص من الجثة مالته ويدفنها بالثلج حتى الجثة ما تتحلل. وبعد فترة أليكس ترجع لوعيها وتحاول تفهم اللي صار، ويبدأ بين يساعدها وينطيها مي وأدوية حتى ترتاح. وبعدها تسترجع عافيتها وبقى يحكي لها عن المكان اللي وقعوا به ويقول لها بأنه الطيار فقد حياته ومات قبل سقوط الطائرة. وباليوم اللي بعده تنتبه أليكس وتشوف رجلها مصابة وتحاول تتحرك، لكن يكون التحرك صعب عليها بسبب الألم. وبهاي الأثناء يكون بين قريب من الهيكل ويشوف طيارة تطير فوقهم، فيفرح كل شهواية ويرجع للأمل حتى يقدر يرجع يعيش. ويشوف أليكس متحركة وواقفة بباب هيكل الطائرة فيطلب من عندها مسدس الإشارة، ولما ياخذه ويطلقه يكون المسدس بدون طلقة الإشعال. ويرجع بين ويعبي المسدس ويطلق الشعلة، بس كل ركاب الطائرة ما يشوفون الإشارة لأن هم ابتعدوا عنهم هواية والطيارة تفوتهم. وبحلول يوم جديد الملل يصيب أليكس، فتقرر تترك هيكل الطيارة وتبحث عن وسيلة تطلعهم من هذا المكان لأنه أكلهم خلص تقريبا. لكن بين يرفض لصعوبة الموقف وصعوبة المجازفة، بس بالنهاية شاف أنه أليكس مصرة وعرف أنه إذا بقوا بهذا المكان ما حد راح يجي ويساعدهم، فشاف أنه ما أكو حل غير يلبي طلب أليكس وطلب من عندها أنه ما تتحرك من مكانها حتى هو يروح ويستكشف القمم والطرق والجبال ويشوف إذا أكو ناس قريبة حتى تجي تساعدهم. وأليكس تنطي الكاميرا وتقول له استخدم المكبرة مات الكاميرا حتى تكتشف الأشياء بسهولة. وبعدها بين يأخذ الكاميرا ويتوجه للخارج ويروح للجبال لوحده، لكن ما يلقى أي أثر الطريق ممكن يمشون به، فيقرر يرجع الهيكل الطائرة. لكن وهو دا يمشي تزلق رجله ويكون على وشك إنه يموت ويوقع بالوادي، بس بآخر لحظة يلزم حجر وينقذ نفسه. وبهاي الأثناء أليكس تكون منتظرة بين، لكن تتفاجأ لما تشوف كلب الطيار يبدأ ينبح بغضب، وأليكس تسمع صوت خطوات جاية باتجاهها، فتبوع من شباك الطائرة وتشوف إنه أكو حيوان مفترس متجه عليها. وأليكس تحاول تهدئ الكلب بس الكلب يركض عليه ويهاجم الحيوان، وللأسف هي ما تقدر تتحرك رغم محاولاتها. وهنا الحيوان يضرب الكلب ويسيطر عليه، وبعدها يدخل للهيكل حتى يهاجم أليكس، بس هي ترمي عليه شعلة بالمسدس وتخليه ينهزم وتقدر تنقذ حياتها. وهنا بين يسمع صوت الشعلة ويروح يركض على هيكل الطائرة حتى يطمن على أليكس، ولما يوصل يشوف أليكس وهي ساحبة الكلب للداخل والكلب مصاب. وبعدها تقول له باللي صار وتقول له أني ما بي شيء بس الكلب مصاب بالجروح، وتطلب من عنده إنه يعالج الكلب. وبعد ما ينتهي من معالجته للكلب يطلع ويشعل النار ويشوي الحيوان المفترس اللي قتلته أليكس، وبقوا ياكلون بيه لحد ما خلصوا. وهنا ترجع أليكس وتحكي لبن وتقول له ان هم لازم يتحركون وينقذون نفسهم وما ينتظرون احد يساعدهم، وفرصتهم بهالمكان للعيش ضئيلة جدا. وبن يرد عليها ويقول لها على اللي صار وياه ويقول لها ان هو ما شاف اي طريق وكان على وشك يموت بسبب وعورة الجبال وصعوبة المنحدرات. وأليكس تذب اللوم على بن وتعبر عن استيائها لان هي فوتت حفلة زواجها، في
فيرد عليها بن ويقول لها بأنه هي أنانية وهو ضيع عملية الطفل بسبب اقتراحها بالسفر بطيارة خاصة، وبسببها هو عالق بهذا الهيكل وما يقدر يبتعد، وبعدها يضوج ويتركها وينام. وباليوم الثاني تكون أليكس مجروحة من كلام بن، فتأخذ الكلب وتروح وتترك بن لوحده. وبعد ما تروح يستيقظ بن ويشوفها كاتبة رسالة إله وتقول له إنه هي راح تحاول تنقذ نفسها وإذا وصلت راح تطلب المساعدة إله. فلما يطلع من الهيكل يشوف آثار أقدامها فيعصب كل شهواية لأن حس بالخطر عليها، لكن بالبداية يبقى قاعد بمكانه وتركها حتى تعاني لوحدها وتشوف صعوبة الجبال، لكن بعد شوية يغير رأيه ويروح وراها ويبقى يمشي وراء آثارها وبقى يركض المسافة بعيدة عن الطائرة، وبالأخير يلقاها ويفرح بشوفتها. وبهاي الأثناء يتفقون على أن هم ينزلون من الجبل ويروحون للوادي تأملا أنه يلقون أحد عايش بهذا المكان. وبعد مسافة قصيرة تشتد العاصفة عليهم ويبقون يدورون على ملجأ يأويهم، وبالفعل بن يلقى كهف بسيط ويستقرون به لحد ما تهدأ العاصفة، وبعدها يشعلون النار حتى يدفون. وهنا بن يشوف حالة رجلها ويفرح لأنه جرح رجلها بدأ يتحسن ويعتذر من عدها على كلام الأخير لأن هو جرحها، ويقررون يكملون طريقهم سوا وما يتركون بعض لأن هاي فرصتهم الوحيدة للنجاة. وباليوم اللي بعده تطلع أليكس حتى تأخذ صور، لكن هنا تشوف شيء يلمع بنهاية الوادي، فيقررون ينزلون ويكتشفون هذا المكان بل كت يلقون شيء ويساعدهم. وبطريقهم هم ماشيين تسوء الأحوال الجوية وتشتد البرودة وينجبرون يمشون بالنهر، لكن يشوفون إنه بنهاية طريقهم موجود شلال، فيخيب أمل بن وأليكس ويبقون يتجادلون بالكلام على إنه يرجعون أو يكملون طريقهم، وبالأخير يقررون يكملون طريقهم. وبالوقت اللي تسوء به الأحوال الجوية أكثر وأكثر يستقرون جوا شجرة وبعدها يشعلون النار حتى يرتاحون لحد ما تنتهي العاصفة، ولما تنتهي العاصفة يكملون طريقهم بحثا عن المساعدة. بهاي الأثناء بن يطلب من أليكس إنه تأخذ له صورة تذكارية بهذا المكان، لكن هي ترفض، وبن يكون مستغرب من ردة فعلها. وأليكس تبدأ تعترف له وتقول له بأنه هي كانت تعيش بإحدى القرى وهي تعرفت على بنية، وبمرور الوقت صاروا قريبات من بعض وزادت علاقتهم، وبعدها صار انفجار بالقرية وتأذت البنية بإصابات بالغة وكبيرة. وأليكس بدل ما تتصل بالمساعدة أو تساعدها جابت الكاميرا وصورت حتى تنقل الخبر، لكن للأسف البنية ماتت قدامها، فهي تندمت وقررت ما تصور بهيجي أجواء وبهيجي أماكن، وتعتذر البن على رفضها. وبن يتفهم موقفها ويتقبل اعتذارها، وبعدها يأخذها ويكملون نزلهم باتجاه الوادي. وبعد فترة 3 أيام تبدي أليكس تفقد الأمل وتطلب من بن أنه يسمح لها ترتاح على جذع الشجرة، وبالفعل بن يتركها ترتاح، لكن هنا يسمع صوت نباح الكلب ويتوجه إلى مباشرة حتى يشوف إيش بيه. ولما يوصل يشوف كوخ بالوادي ويفرح كل شهواية ويروح ويتفقده. وبهاي الأثناء أليكس تقرر تلحق بن وتشوفه هو شلقة وتمشي بسرعة حتى توصل إليه، لكن تكتشف أنه هي واقفة على بحيرة متجمدة والثلج اللي جوها خفيف وما تحمل وزنها، فينكسر الجليد من جواها وتوقع بنص البحيرة. وهنا هي تصرخ، والحسن حظها بن يسمع صوتها ويتوجه بسرعة عليها ويطلعها من المي وهي فاقدة للوعي، وبعدها يأخذها للكوخ. ولما يوصل يحاول يدفيها ويشعل إلها النار ويخليها ترتاح، ويروح ويكتشف الكوخ ويشوف إيش بيه، وشاف إن الكوخ تعبان ومتهذي، فقرر إنه يصلح سقف الكوخ. وبعد ما صلحه لقى شوية أكل وعلاج لسم الأفاعي، وبن يفرغ العلاج ويستخلص من عنده الأملاح المفيدة للجسم، وبعدها يحقنها بوريد أليكس حتى يخفف من جفافها، وبقى قاعد الوقت معين وينتظر النتيجة. وبعد مدة بسيطة تقعد أليكس من غيبوبتها، وبن يفرح كل شهواية وبقى قريب من عدها ويعتني بيها دائما، وهي تشكره على كل شيء قدم إلها من مساعدة، وتبدأ تعبر عن قلقها لأنه الأكل بدأ ينتهي عندهم، فهو يطمنها ويقول لها لازم أكو حل. وبعد مرور 3 أسابيع على ضياعهم بالجبال الجليدية يفهمون إنه ما حد يعرف مكانهم، لأنه الطيار لما طلع بيهم ما انطى علم للمطار، وبهيك حالة ما حد راح يدور عليهم ومكانهم مجهول والرحلة ما حد يعرف بيها. لكن بن وعدها بأنه راح يلقى الحل ويطلعون من هذا المكان. وباليوم اللي بعده يكون بن بالخارج وهو دا يكسر الحطب حتى يشعل النار ويدفون، فهنا يلمح أرنب بري ويركض هو والكلب وراه حتى يصيدوه، لكن للأسف يفشلون بالصيد. وبن يعصب ويرجع للكوخ، ولما يوصل يشوف أليكس وهي تلعب بغراضة وتسمع تسجيل زوجته، لكن هو كل شيء ينزعج من تصرفها لأن هي دخلت بخصوصياته، فأليكس تبرر تصرفها وتقول له أنت تعرف كل شيء عني وأني على الأقل أريد أعرف شيء بسيط عن حياتك وأريد أعرف عن موضوع زوجتك. وبعد مرور الوقت يهدأ بن ويخليها تكمل سماحها للتسجيل، وأليكس تكتشف بأن زوجته تركته لأن هي كانت مصابة بمرض نادر وهي ابتعدت عنه قبل ما هي تموت، وعرفت أنه هي ماتت ومر على موتها سنتين. وأليكس تحزن وتعتذر من بن على اللي صار وتبقى تواسي. وباليوم اللي بعده أليكس تطلب من بن أنه يتركها لأن هي دتعيق حركته،
وتقول له روح لوحدك وحاول تنقذ نفسك وانت راح تقدر توصل. وبالفعل هو ينفذ كلامها ويتركها ويروح، لكن بعد خطوات بسيطة هو مشاها ما قدر يكمل ورجع لها واخذها وياه. وبعد ما مشوا المسافة طويلة اشتدت عليهم العاصفة وآلكس وقعت من التعب، فقرر بن يسحبها طول الرحلة ويكملون طريقهم. وبقى يمشي المسافة وهو ما تركها، وبقى يسحب بيها لحد ما تعب وقرر انه يرتاح وينام شوية. وبهاي الاثناء اجى الكلب وبقى ينبح ويسحب بن، وبن يقعد بصعوبة لان كان واضح عليه التعب. ولما قعد شاف الكلب وهو يأشر له على القرية، وبسرعة بن يرجع لآلكس ويسندها ويمشون باتجاه القرية. لكن هنا بن شاف الكلب متأخر وبعيد عنهم، فترك آلكس تقعد وراح حتى يجيب الكلب، لكن هو راجع يدوس على فخل الحيوانات ويصرخ من الألم، وهو ما قدر يتحرك لأنه الفخ كان جدا صعب فتحه، وآلكس حاولت تفتح الفخ لكن بدون فايدة. فبين طلب من عدها أنه تتركه وتروح للقرية حتى تجيب المساعدة. وبعد ما مشت مسافة معينة وصلت للقرية بتعب كلش كبير، ونامت جوا أحد السيارات اللي جاية وطلبت من عدهم المساعدة. وبعد مرور الأيام يستيقظ بين ويلقى نفسه بالمستشفى ويفرح لأن هذا الكابوس انتهى، فيترك فراشه ويروح حتى يطمن على آلكس. ولما يوصل لغرفتها تأشر له حتى يدخل، فيدخل ويشكرها وهم فرحانين لأنه قدروا يتخلصون من الموقف الصعب. وبهاي الأثناء دخل مارك اللي هو خطيب آلكس ويشكر بين على مساعدته لآلكس ولأنه هو رجع آلكس سالمة. لكن بين يحس أنه هو بدأ يحب آلكس وينزعج من مارك، وقرر يتركهم لوحدهم حتى ما يأثر على علاقتهم. وبعد مرور الأيام يتعافون الاثنين، وبين يرجع لبيته ويعيش حياته طبيعية هادئة ويكون معزول عن الكل، وحياته تنقسم بين بيته وبين شغله. ونعرف أنه هو قرر يبقي الكلب وياه. وبعد أيام آلكس سوى حفلة ببيتها، فتجي مديرتها وتطلب من عندها صور للحادثة حتى تكتب عنها. وآلكس تنزعج لأن هي بعدها ما متجاوزة هذا الموضوع، وهنانة تكتشف أنه هي بدأت تحس بالحب باتجاه بن وتحاول تتواصل وياه، بس بن يرفض يرد على اتصالاتها رغم كثرة محاولاتها الأكثر من مرة. وبعدها آلكس تسحب كل الصور وتقرر تدس كم صورة لبن من ذكرياتهم بالجبال الثلجية. ولما يوصلن البن ويشوفهن يبتسم ويقرر يتصل عليها. وبثاني يوم يتواعدون حتى يلتقون بأحد المطاعم، ويكون الارتباك والفرح واضح عليهم الاثنين. ولما التقوا واطمنوا على بعض، وبن سألها عن خطيبها فقالت له بأن هم انفصلوا لأن هي ما قدرت تعيش وياه. ومارك لاحظ هذا الشيء على وجه آلكس وعلى تصرفاتها، فتفهم الأمر وقرروا الانفصال. وآلكس عاتبته لأن هو ما اتصل عليها وما يرد على اتصالاتها، لكن بن يقول لها بأن هو كان يظن أنه هي متزوجة وما رد يخرب علاقتهم. وبعد انتهاء كلامهم كل واحد من عندهم قرر يروح بطريقة ويودعون بعض، ومشوا المسافة قريبة وابتعدوا عن بعض. لكن ورا ثواني غيروا رأيهم ورجعوا لبعض وقرروا أنه يعيشون سوا. ولهنانة تكون نهاية الفيلم.